صارت ان شاء الله النهارده هكمل بيتش 3. في السؤال السابع هنا عايز اجيب معادله مكافاه للسيركت دي بتوين التو بوينت اي اند بي، وعايز الفاليو اوف لود ريزيستنس اللي هي بتاخد ماكسيمم باور، هي الار 70، وعايز الفاليو كمان بتاعت الماكسيمم باور. تمام، اول حاجه هنا في السؤال هبدا اجيب ايه الار 70. تمام، مش محتاجين دي بقى. اول حاجه هبدا اجيب الار 70. تمام، في 70، فاول حاجه عشان اجيب الار 70 المكافاه للدايره دي لازم اول حاجه اعمل تيرن اوف للسورسز كلها. تمام، هنا دي الباتري هتبقى هنا شورت، تمام، ودي هتبقى اوبن سيركت، ودي هتبقى شورت، ودي هتبقى شورت، فالسيركت هتبقى عامله كده. ودي اللي فيها بقت كده. تمام، دي التلاتة ودي الاتنين. تمام، دي الاتنين، وهنا كان في اتنين ودي اتنين ودي تلاتة. تمام، دلوقتي دي النقطة ايه انت عايز اجيب ال R equivalent between ال 2 point دول. هنا ال current هيخش كده ويتقسم، هيجي هنا وهنا، وهنا الكرنت مش هيخش في الاثنين دول، هيجي هنا، مش هيخش هنا عشان دي اوبن سيركت وهنا في شورت سيركت، فكده هيمشي كده كده. فكده دلوقتي انا معايا 3، يبقى كده ال R 70 هتبقى ايكوال 3 بلس ال 2 وال 2 لان هما الاثنين دول بارل مع بعض على السمشن بتاعهم، هيبقى ايكوال كده كله هيبقى 4. تمام، ف بعد كده بقى نبدأ نجيب ايه الفولت الديفرنس، البوتنشال ديفرنس بين التو بوينت دول اللي هي الفي اي بي. تمام، اللي هي الفي اي ماينس في بي. تمام، انا هبدأ احلها بنودل. تمام، هاخد ان دي في 1 ودي في اي. تمام، وهاخد ده الجراوند بتاعي ودي كلها كده ب 9 فولت اللي هي هناخدها مثلا نسميها V2 مثلا، V2 9 فولت. تمام، هنا دلوقتي بقى عايز اجيب المعادلات. هاخد اول نود دي اللي هي V1 هتبقى V1 ماينس 9 بلس 3، لان ليه بلس 3؟ عشان الباتري دي بتطلع كارنت في نفس اللي انا مفترض، اللي انا بفترض النود دي بتطلع كارنت كلها كده. تمام، على 2 بلس. تمام، تبقى V1 minus VA plus دي VA بس معلش VA plus 5. تمام، plus 5 عشان انا مفترض current مطلع، يعني اللي افترض الكارنت بتاعي الباتري هنا بتطلع برضو في نفس الاتجاه على 3. تمام، وناقص اخر نود اللي هي V1 minus الزيرو اللي هي الجراوند، وهنا البطارية دي بتطلع كرنت عكس اللي انا مفترضه، يبقى كده ايه بالنيجاتيف 10 على 2 بيساوي 0. هنا دلوقتي ما هنا في البرانش ده ما فيش كرنت، فالجزء ده كده اللي هو الجزء ده كده، ثانية اعملها بالازرق، الجزء ده بزيرو، فهساويه بزيرو، هيبقى في ماينس في اي بيساوي كده نيجاتيف 5. تمام، اطلع بقى اجيب طالما ده كله بيساوي زيرو، فاطلع اجيب بقى ال V1 من هنا، تبقى كده V1 على 2 بلس V1 على 2، ودي هتبقى نيجاتيف 4.5 بلس 1.5، ودي هتبقى لا دي كده بقت بزيرو ملهاش لازمة، فدي هتبقى نيجاتيف 10 على 5، يعني نيجاتيف ايه نيجاتيف 5 بيساوي زيرو. كده ال V1 هتبقى equal، ثانية كده ال V1 هتبقى V8 فولت. هطلع اجيب بقى ال VA، يبقى ال VA هتبقى equal دي كده ب 8
وهنا النيجاتيف 5 دي هتخش الناحية التانية ودي راحت بالبوزيتيف، فكده بلس 5 هتبقى ايكوال 13 فولت. كده دلوقتي انا جبت ال VA تمام، وانا معايا ال R7 اهي، ارسم بقى ايه الدايرة المختصرة بتاعتي، هتبقى كده دي V7 بتاعتي تمام، اللي هي 13 فولت تمام، ودي نقطة A ودي نقطة B ودي ال R7 اللي هي بيساوي 4 تمام. هنا ال VA minus VB التوتال دي هي ال VB بصفر، فانا جبت ال VA اللي هي بتساوي 13 فولت، فكده انا جبت ال VA 7 تمام. هو كده عايز ايه تاني؟ كان عايز الباور ماكسيمم، الباور ماكسيمم هتبقى ايكوال، هو بيساوي اصلا ال V 7 سكوير على 4 R 7، فكده هيبقى ايكوال 13 سكوير في دي 13 بس دي 13 في 4 تايمز 4 هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى 169 على 16. دلوقتي انا حسبت الفولت بطريقة نودل. طب لو عايز احسبها بقى بطريقة مش، ف امسح بس الجزء ده ثانية واحدة. ف دلوقتي افرض عندي ان هنا في I1، بدل ما اعملها كده اقول مثلا هنا في I1 ماشي كده، وهنا في I2 وهنا في I3، دي مش لوب عشان مش متوصلة ببعض تمام. فهنا مفيش I4، ما ينفعش افترض ان I4 هنا اللي هيمشي بس في الحتة دي هي ال I3 تمام. هبدأ بقى اجيب المعادلات، بعد كده هتبقى I1 في 9 ماينس ال I2 في 9، يبقى I2 في 9 بيساوي الباتري دي بتطلع كارنت مع الاتجاه التيار انا مفترضه، ايوه، فكده تبقى بالبوزيتيف 9، فكده المعادلة تبقى I1 ماينس I2 بتساوي 1. دي كده اول معادلة. المعادلة التانية دلوقتي انا عندي في المعادلة التانية دي سوبر مش تمام، اهي ده ال I2 ودي ال 2 امبير مخرجه لي I3، فانا جبت كده اول معادلة اللي هي السوبر مش، فهتبقى اول كده I2 بلس 2 بيساوي I3، فانا ممكن اقول نيجاتيف I3، فانا ممكن اقول نيجاتيف I3 بيساوي النيجاتيف 2، وكده جبت المعادلة التانية تمام. كده ناقص المعادلة التالتة اللي هي بتاعت السوبر مش بقى ايه كلها تمام. هجيبها ايه في هنا في اللوب دي، هنا كده 9 I1 9 I2 قصدي تمام بالبوزيتيف، وهنا في عكس ال عكس ال I2، فكده هتبقى ايه نيجاتيف 9 I1 تمام. في اللوب دي كده ماشي ايه ال I3 دي ال I3 في ال 2 وال 2، يبقى كده بوزيتيف 4 I3 تمام بيساوي. هنا في باتري بطاريات قابلتني، ايوه، اللي هي 3 فولت وال 10 مطلعين كرنت عكس اللي انا مفترضه اللي هو الاي 3، ما هو الاي 3 جاي كده والبطاريه هتطلع كرنت عكس الاي 3، فكده هتبقى نيجاتيف 13. كده انا معايا الثلاث معادلات، هحسب منهم الاي 1 وهحسب منهم الاي 2 والاي 3. الاي 1 طلع معايا بنيجاتيف 2 وال I2 طلع بنيجاتيف 3 وال I1 طلع بنيجاتيف 1 تمام. انا كده عرفت ان ال I اللي ماشي في السلكة هنا دي كده نيجاتيف 1، انا كنت مفترضه كده، يبقى هو ماشي ايه كده تمام. هنا في current I بيساوي 1 تمام. انا عايز اجيب ال VA ال VA ال VEB الجهد هنا تمام، وهنا مفيش current ماشي، هنا في ال I هنا equal هنا ال I دي هنا ال I بصفر تمام. فانا عايز اجيب بقى ال VA minus ال VB، يبقى كده ايه ال VA minus ال VB هتبقى equal. انا ما انا ماشي كده، انا همشي بقى من هنا كده لحد ال VB، فانا ماشي كده تبقى 5 قابلني ال positive pole بتاع البطارية كده 5 تمام، وانا ماشي كده ال current جاي كده،
فده البوزيتيف وده النيجاتيف، تمام؟ فكده دي بعد نيجاتيف 2 اللي هي او النيجاتيف 1 اللي اي في ال 2، فكده هتبقى نيجاتيف 2 في ال 1، تمام؟ وانا ماشي كده قابلني البوزيتيف بول بتاع البطارية دي، يبقى كده بلس 10 بيساوي 13 فولت، تمام؟ عشان ما حدش برضو يتلخبط من الجزئية دي، انت دلوقتي طلعت الاي 3 بالنيجاتيف وانت كنت مفترضه كده، سيبه زي ما هو، تمام؟ سيب الافتراض بتاعك زي ما هو وامشي مع وامشي مع الجزئية دي كده، تمام؟ هتبقى تلاقي نفسك ايه جبتها ازاي، هتبقى ال في اي ماينس ثانية ماينس ال في بي كده، انت ماشي لقيت البوزيتيف فول بتاع البطارية يبقى 5، تمام؟ وانت ماشي كده انت مفترض الاتجاه بتاعك ده بقى كده ايه مع البطارية، فدي بقت البوزيتيف ودي النيجاتيف، خلاص يبقى حط بلس الاتنين في ال i3 زي ما هي، ال i3 حطها بالاشارتها بالنيجاتيف، تمام؟ بعد كده هتلاقي البوزيتيف بول بتاع البطارية اللي هي 10 تطلع معاك في الاخر برضو ب 13 فولت. كده احنا حلينا السؤال ده ب 7 عشان اقدر اجيب الجهد على الفرق بين النقطتين، حليتهم مرة بمش ومرة بنودل. هنا في السؤال التامن ده عايزنا نجيب الكرنت الماشي في الخمسين اوم ب ستار ودلتا، و بعد كده احلها تاني اعمل فيرفاي اتاكد يعني من الحل بتاعي بنودل. فدلوقتي هنا انا هعمل ايه، هقسم الجزء ده، اعمل الجزء ده ستار لان دي دلتا، فدي هتبقى ار 1 دي هتبقى ار 2 دي هتبقى ار 3، فالسيركت كده هتبقى بعد كده عامله كده. ودي النقطة دي اللي هي ايه، دي النقطة بي هنا في دي ار 1 ودي ار 2 ودي 40 ودي 60 ودي بقى ال ار 3. ال ار 1 هتبقى ايكوال، هما كلهم على الصم بتاعهم، هتبقى على الصم اللي هو ال 50 وال 60 وال 40 اللي هي 150، تمام؟ يبقى وال R1 بقى تبقى ازاي، هتبقى ال 60 في ال 50، تمام؟ هتطلع ب 20، هنا ال R2 تبقى equal 50 40 على السم، تطلع ب 40 على 3، وال R3 هتطلع 60. كده ال R3 هتبقى 60 40 على ال 150، فهتطلع في الاخر ب 16 اوم، تمام؟ ودي 60 فولت، تمام. دلوقتي اجيب ال R total، دول كده يبقوا سيريس مع بعض هجمعهم، ودول هيبقوا سيريس مع بعض، هجيب الجزء ده، تمام؟ اللي هو بتاع البرل ده، الجزء بتاع البرل بلس ال R3، ال R3 اللي هي ايه 16، تطلع ال R total معايا كلها ب تطلع ب 49، تمام؟ ال I total بقى بكام، ب 60 على 49، تمام. دلوقتي بقى انا عايز اجيب ال I اللي دخل هنا واللي دخل هنا عشان اقدر احسب الفولت عندي A وعندي B، تمام؟ فالبرانش ده يعني بص دلوقتي انا اهو انا هرسمها كده هوريزونتال، هنا في الاي توتال اللي انا عارف قيمتي، وهنا كده اتقسم دي 60 ودي 40، دي انا عارفها ان هي نقطة ايه ودي نقطة بي اي، تمام؟ وبعد كده في التوينتي اللي هي ال R1، وبعد كده في اللي هي ال R2 اللي هي ال 40 على 3، تمام؟ بعد كده اقفل السيركت دي كده، وهنا في بقى ال R3 اللي هي ب 16 اوم، تمام. انا دلوقتي عايز اجيب الجهد عند النقطة دي والجهد عند النقطة دي عشان اجيب اللي هي ال I اللي I اللي ماشي في ال 5 ده، اللي هو يبقى فرق الجهد بين النقطتين دول على القيمة بتاعتها قيمة ال 50 الاوم. فهنا دلوقتي
الاي توتال هيبقى اللي هو 60 على 49 هيتقسم لاي 1 واي 2، فهجيبها بالكرنت ديفايدر، فالاي 1 هتبقى ايكوال البعيد على السميشن، فكده هتبقى 60 بلس 40 على 3 على السميشن بتاعهم كلهم اللي هي 60 بلس 40 على 3 بلس 60، فيطلع ال I1 ب 33 على 49، وال I2 بقى مش هجيبها بال current divider، هجيب I total minus I1 فيطلع ب 27 على 49. تمام، اعمل ايه بقى دلوقتي عشان اجيب الفولت عندي ايه؟ هقول ان الفولت عندي ايه اللي هي ال VA minus النقطة دي، يعني هنقول مثلا دي نقطة C كده، وهاخدها اللي هي يعني هاخدها كأنها مش من الفولت العالي للفولت القليل، فاجيب الفرق الجهد ما بين النقطتين دول. تمام، هي هي هتبقى في اي ماينس في سي تبقى ايكوال الاي اللي دخل هنا في المقاومة دي اللي هو الاي 1 اللي هو 63 على 49 في ال 40، هيطلع لي هنا الفرق الجهد ده ب 22 26.94، وهجيب برضو ال VB minus ال VC، هي المفروض العكس، المفروض لو كده فدي هتبقى من نيجاتيف بس. تمام، فهتكون اللي هي ال I اللي دخل في ال 60 اللي هي ال I2 27 على 49 هيساوي في ال 60 هيساوي 33.06. تمام، هعمل ايه دلوقتي عشان اجيب ال VA minus VC؟ هعمل subtraction، هيبقى VA minus VB، وهنا نيجاتيف او النيجاتيف ال VC هتبقى بوزيتيف مع النيجاتيف هيروح مع بعض، ودول هيناقصهم من بعض هيبقى 26.94 minus 3.06، هتطلع ب نيجاتيف 6.12. كده انا جبت ايه الفرق الجهد بين النقطتين دول، فاجيب الاي بقى اللي ماشي في ال 50 فيبقى ايكوال النيجاتيف 1.26 على ال 50 يبقى ايكوال 0 نيجاتيف 0.22. طب النيجاتيف دي ليه؟ عشان هو كده مش ماشي من ال VA لل VB، لا هو ماشي من ال VB لل VA. تمام، هحلها بقى بنودل، هنا هحلها بنودل بقى. تمام، هنا دلوقتي هتبقى دي 60 هاخد، يبقى كده دي نفس النقطة والاتنين دول هيبقوا في 1 مثلا، بس الاتنين دول ب 60 لان كده دي سوبر نود، ف لان ناخد الجراوند هنا، فهنا ال V هنا ب 0. تمام، ودي هسميها في اي نوت دي، ودي في بي، فهجيب بقى المعادلات بتاعت ال في اي، افترضت كارنت خارج كده كده، فكده هجيب الاول عندي نقطة ايه، هيبقى في اي ماينس ال 60 على المقاومة اللي هي ال 40 هيبقى بلس هيبقى بلس في اي ماينس الزيرو على ال 60 بلس الاخر جزء اللي هي في اي ماينس في بي على ال 50 بيساوي زيرو. تمام، نسهل المعادلة دي شوية، هتبقى 37 على 600 في اي ماينس في بي على 50 بيساوي 60 على 40. هنجيب المعادلة التانية من عند ال في بي، هيبقى في بي ماينس في اي على ال 50 بلس في بي ماينس 60 على ال 60 بلس في بي ماينس 0 على ال 40.
بيساوي زيرو. هنساوي المعادلة دي برضو، تبقى ايكوال نيجاتيف a على 50 بلس 37 على 600 vb بيساوي 1. هحط المعادلتين دول على الآلة، هيطلع لي ان va بيساوي 33.06. نكمل هنا، يبقى vb هيطلع ب 26.0.938. تمام كده، VA minus VB تبقى equal 6.12. تمام، هجيب بقى ال I اللي في ال 50، يبقى equal 6.12 على ال 50، هيبقى equal 0.1224 امبير. وهنا ده برضو سيميليشن للدايرة. ايوه سيميليشن اتجاه الدايرة اهو. الكرنت دي ال في، النقطة اي ودي نقطة بي. هنا الكرنت هيتحرك من في اي ل في بي، تمام، عشان برضو حتة الاتجاهات ما حدش اتلخبط فيها. ولو عايز برضو احل السؤال التامن بطريقة مش كده، يبقى احنا علينا السؤال التامن ده بستار ودلتا ونودل، وهنحله بطريقة مش دلوقتي. فكده انا عندي ثلاثة لوب، افترض ده اي 1 وده اي 2 كلهم في نفس الاتجاهات، ده اي 3. هنجيب المعادلة بتاعت الاي 1، الاي 1 فيه مقاومتين هجمعهم على بعض واضربهم في الاي 1. في هنا بقى عكس الاي 1 ماينس 40 اي 2، وهنا ماينس 60 اي 3 بيساوي، في هنا باتري ايوه، وفي نفس برضو الاتجاه بتاع الكرنت انا مفترض يبقى بالبوزيتيف يساوي 60. هنا في اللوب التانية دي كده المقاومات كلها كام؟ 60 اي، تبقى 150 في الاي 2 بالبوزيتيف، وهنا في اي 1 يبقى نيجاتيف 40 اي 1 جاي في في ال 40، وهنا برضو نيجاتيف. هنا بقى النيجاتيف ال 50 نيجاتيف اي 3 في ال 50 اللي هنا دي، ومفيش باتري هنا فهيساوي صفر. المعادلة التالتة هنا السميشن بتاعهم كلهم هيبقى 60 و 50 و 40، يبقى 150 في الاي 3 بلس، هنا في الاي 2 هيبقى كده نيجاتيف 50 في الاي 2 في المقاومة اللي مشتركة بينهم، وهنا في المقاومة اللي في اللوب دي مع الاي 3 يبقى هي 60 بس بالنيجاتيف اي 1 بيساوي زير. كده انا جبت التلات معادلات احطهم على الآلة على طول اهم، دي اول معادلة ودي تاني معادلة ودي تالت معادلة، هحطهم على الآلة هيطلع لي الاي 1 بيساوي 60 على 49 والاي 2 بيساوي 27 على 49 والاي 3 بيساوي 33 على 49. هنا القيم كلها طالعه بالبوزيتيف، هنا يبقى انا اتجاهاتي بتاعه الكرنت كلها صحيحه. تمام، يبقى كده هنا الاي 3 بقى عايز اجيب بقى الاي اللي داخل هنا، فالاي اللي داخل هنا هنا كده في اي 2 وهنا كده في اي 3. تمام، فكده ال i اللي في ال 50 هيبقى equal i 3 minus ال i 2، وانا طلعت ال i 3 ب 33 على 49 وده ب 20، ال i 2 ب 27 على 49 بيساوي كده كام؟ هيساوي 6 على 49 اللي هي بتساوي 0.122. يبقى كده طالما طلع لي القيمه دي بالبوزيتيف، يبقى كده الاتجاه في اتجاه الاي 3، يعني الاي اللي داخل في ال 50 ده في اتجاه الاي 3.
شوف السؤال اللي بعده. هنا في السؤال التاسع ده عايز الكرنت اللي ماشي في الفورتي اوم بتلات طرق، السوبر بوزيشن ونورتون ونودل. هنجيبها بأول طريقة اللي هي السوبر بوزيشن. دلوقتي السوبر بوزيشن أنا بيبقى عندي كذا سورس، تمام، فبعمل ايه، بقفل واحد فيهم وبشغل التاني، ولو باتري بعمل شورت سيركت، ولو كارنت سورس بعمل اوبن سيركت. فدلوقتي انا هرسم السيركت دي، تبقى اخد السورس ده واعمل لده شورت سيركت، دي 60 ودي 60. دلوقتي باين عندي ان انا يبقى عندي دلتا، فهعملها على طول. فدي هتبقى دلتا بتاعتي، دي هتبقى ال R1، دي هتبقى ال R2، ودي هتبقى ال R3، ودي 40. هجيب ال R1، ال R1 هتطلع ب 15، وال R2 هتطلع برضو ب 15، وال R3 هتطلع ب 22.5، تمام كده. يبقى انا جبت ال هجيب بقى كده ال R equivalent اللي هي ال R total تبقى equal، هي دي هتبقى 60، دي هتبقى 60، دي 60. انا لخبطت مع المسألة اللي فوق، تمام. فكده دي هتبقى ده كله كده ب 75، ده 75، فالاتنين دول هيبقوا بارل مع بعض مع ال 22.5. فدي هتبقى 22.5 بلس ال 75، هاخد نصها تبقى 30، تبقى 37.5. فكده ال R total عندي هتبقى equal 60 62. فكده هجيب ال I هيبقى equal 1 ampere، تمام، لأن البطارية عندي ب 60 بره، تمام. انا كده جه عندي هنا ال I واتقسم، لا الاتنين نفس البراند، يعني الاتنين فيهم نفس القيمة بتاعة المقاومة، فهنا هيخش ال I1 هيبقى equal 0.5، هيتقسم للنص بالظبط، وال I2 ب 0.5، تمام. فدلوقتي انا عايز اجيب ال V اللي عند النقطة دي، اللي هي اللي عندي الجزء ده، تمام. فهيبقى ايكوال كده ايه ال V ده، يبقى ال VA هيبقى ايكوال 0.5 في 60، وال VB برضو هيبقى ايكوال 0.5 في 60. هيطلعوا لي الاتنين بثيرتي فولت. فعشان اجيب بقى ارجع ارسم الجزء ده اللي هو ده بي وده ايه، هنا كان في مقاومة كده اللي هي بتساوي الفورتي، تمام. فهنا ال في ايه قد ال في بي، فلما هاجي اعمل اجيب الاي اللي داخلة في الجزء ده كده، تمام، لما ارجع الدايرة تاني هنا داخل نص وهنا داخل نص، عشان اجيب الاي اللي داخل في الفورتي هلاقي ان مفيش اي اصلا يدخل في الفورتي، لان الاتنين فيهم الفرق الجهد بين الاتنين ايكوال، يعني الجهد هنا عند النقطة دي وعند دي قد بعض، فالفرق بينهم بصفر، هيبقى صفر على الفورتي، فيبقى ايكوال صفر، فما فيش اي هيخش هنا. فكده الاي اللي هيخش لي من البطارية، اللي هيخش لي من في الفورتي دي، من البطارية دي بس اللي هي بطارية السكستي. فهاجي هنا وهرسم السكستي دي، وهنا في سكستي، ودي هتبقى شورت سيركت، دي هتبقى كده، دي 60، دي 60، دي 60، تمام كده. الاتنين دول اتفرقوا، ده كله اكنها نقطة، السلك ده كله اكنه نقطة واحدة، فهاجي اعملهم الاتنين دول هيبقوا برل مع بعض، فيبقى 60 و 60، فيبقى 30. فخليهم انا هرسمهم لفوق مثلا، دي ال 40 وهرسم دي كده، وهنا في 60، واو دي كده ال 30، دي كده 40، دي كده 60، 60 فولت، ودي 60، ودي 60. الاتنين دول اتقسموا واتجمعوا هنا، فاكن ده برضو الجزء ده كده اكنه سلك، السلك ده اكنه نقطة، فهرجعه هنا تاني، فيلاقي ان دي بارل مع دي. فكده البطارية
هتبقى كده بالظبط، هتبقى دي فورتي دي سيرتي، هوصل دي فوق برضو عادي، دي تبقى فورتي ودي هتبقى سيرتي ودي هتبقى سيرتي، فكده ال i اللي هيخش في ال 40 هيبقى equal 60 على 100 هيبقى equal 0.6 امبير. كده حلينا السؤال ده بطريقة سوبر بوزيشن. هنا طالب برضو ان هو يحلها، نكمل بيت السؤال، عايز يحلها بطريقة نورتون، تمام؟ فدلوقتي عشان احلها بطريقة نورتون هاجي عند الجزء او الطلب اللي هو عايزه مني في السؤال، اللي هو مثلا هاجي عند الطلب اللي هو عايزه مني في السؤال واحط طرفين، طرف هنا A هسمي دي A وهنا B، تمام؟ وهعمل تيرن اوف لكل يعني لكل السورس اللي موجوده في السيركت، لو باتري هعمل لها شورت سيركت، ولو كارنت سورس هعمل له اوبن سيركت. بعد كده هشيل الفورتي دي وابدا احسب ايه الار ان، تمام؟ انا هاجي ارسمها دلوقتي دي ايه دي فورتي دي نقطة ايه ودي نقطة بي، تمام؟ دي 60 ودي 60 دي 60، تمام؟ هحسب دلوقتي اجيب الار ان نفس اللي فاتت برضه، هيبقى كده الار ان دي الاتنين دول بره مع بعض ودول بره مع بعض، فكده هتبقى دي سيرتي وسيرتي، يبقى كده الار ان كلها ب 60، تمام؟ بعد كده بقى انا محتاج احسب بقى ايه الاي ان، او اللي هو الاي سورس بتاعي اللي هبدله، عشان في الاخر تبقى الدايره بتاعتي تبقى عامله كده، بسهلها تبقى عامله كده متوصله مع الار ان والكرنت سورس اللي انا هجيبه دلوقتي، تمام؟ دي ال ار ان دي ب 60، وهنا الطرفين دي اللي هي ايه وهنا بي، انا بقى محتاج اجيب الاي ده، تمام؟ فهعمل ايه دلوقتي، انا ممكن تحلها بنودل وممكن تحلها بمش في الحته دي، في تفرض هنا لو بنودل هنا في وهنا في، وتجيب الفرق الجهد عند النقطه دي والنقطه دي وتحسب الكرنت اللي داخل هنا وخلاص، تمام؟ بس انا هنا هعمل ايه، انا هنا هحلها بمش لان هو برضو طالب ان هو يحلها بنودل، فهفرض دلوقتي ان في دلوقتي اي 1 دي 1 ودي 2 وكده اي 3، هجيب المعادلات دلوقتي نجيبها هنا انس في الاي 1 هتبقى 120، اجمع المقاومات واضربها في الاي 1 واشوف العكس المقاومه دي مع اللوبات التانية، المقاومه المشتركه مع مع اللوب دي، واحطها بالنيجاتيف، هتبقى كده 60 اي 2 ماينس برضو 60 اي 3 في فولت مع الكرنت ار اللي هي 60، احطه بالبوزيتيف. المعادله التانية في الاي 2 دي، هشوف كده المقاومات كلها مجموعها 160 اي 2 بالبوزيتيف، وهنا في لا ثانيه مش 160، انا اكني شلت مش 160، انا دلوقتي اكني شلت الجزء ده، تمام؟ فانا اكني دلوقتي شلت المقاومه دي وما فيش غير الباتري، هنا ما فيش الفورتي دي مش موجوده، فكده دي هتبقى 120 بس، يعني دي معلش اسف دي هتبقى 120، الفورتي دي اكنها مش موجوده، دي اكنها المقاومه دي مش موجوده دلوقتي، الموجوده بس الباتري والسكستي والسكستي، تمام؟ وهنا في اي 1 مع في مقاومه هنا مشتركه مع الاثنين لوب دي، فكده هتبقى نيجاتيف 60 اي 1، ومفيش مقاومه مشتركه بين الاثنين دول، فكده هتبقى بلس او نيجاتيف 0 0 بيساوي البتري دي بتطلع كرنت مع الاتجاه بتاعي، فتبقى 60 فولت. هشوف المعادلة التالتة، المجموع برضو بتاعهم 120 في ال اي 3، وهنا 0 اي 2 لان مفيش، وهنا نيجاتيف برضو 60 اي 1 بيساوي البتري دي بتطلع كرنت مع في اتجاه الكرنت اللي انا مفترضه، فهنلاقيها عكس،
فكده هتبقى نيجاتيف 60. فكده اجيب ال i 1 دي ال i 1، اجيب ال i 1 واجيب ال i 2 من المعادلات دي. دي اول، دي المعادلة الاخيرة، ودي المعادلة التانية دي 60، ودي المعادلة التالتة، المعادلة الاولى قصدي. اجيب ال i 1 وال i 2 وال i 3، هلاقي هنا تلاقي ان ال i 1 بواحد، وال i 2 طلع بواحد برضو، وال i 3 طلع بصفر. تمام، ده معناه ان هنا كده داخل i 1 اللي هي ال i 2 قصدي بواحد في البرانش ده، وال i 3 هو جاي كده عكسه، بس هو اصلا ال i 3 بصفر. فكده انا عرفت ان الكرنت اللي في الاتجاه ده او في بتوين النقطة اي اند بي بواحد. تمام، واحد امبير. تمام، يعني الاي اللي داخل هنا واحد امبير. وفي نورتون بنعمل النقطتين دول بتوين اي اند بي شورت سيركت. تمام، فكده معناه ان الكرنت سورس ده لو هيخرج كرنت مش هيخش في السكت ويمشي في الشورت سيركت. فكده الاي ان بي ب1. تمام، فانا كده ايه هرجع ايه احط الطرفين اللي هي الاي دي كده بي قصدي، ودي ايه، واحط معاها المقاومة اللي هي السكست اللي هي الار ان، ودي الاي سورس اللي انا عرفت له كام بواحد. لو بواحد امبير، ودي بسكستي، ودي بفورتي. فكده انا عايز اجيب بقى الاي اللي دخل في الفورتي دي. فكده اعمل ايه، الكرنت ديفايدر اللي هو فيبقى ايكوال واحد الاي توتال في السكستي على السمشن بتاعه، تطلع ب 0.6 امبير. هنا بس في حاجة، هنا لما طلعنا ال i 2 كان ب 1 امبير بس في الاتجاه ده. تمام، وهو متوصل مع الكرنت سورس، فهنا الكرنت سورس ده هيبقى ايكوال نيجاتيف 1. تمام، فهيبقى في الاتجاه ده، يعني الكرنت سورس هنا انا رسمته غلط، هنا الكرنت سورس هيبقى في الاتجاه ده كده برضو، هتبقى عاملة كده. ايه بعمل كده كرنت سورس بس كده. كده ناقص الطريقة التالتة نحلها بنودل بقى. ثانية نمسح ده. هنا هتبقى هنحل كده دلوقتي بطريقة نودل. فكده هيبقى الجزء ده كده هيبقى في 1، وده كده هاخد هنا كده الار دي بتاع الريفرنس بتاعي. تمام، يبقى كده في هنا السوبر نود، يبقى كده في 1 ده بيساوي 60 فولت. تمام، هناخد دي في 2 ودي في 3. انا محتاج اجيب بقى ال في 2 وال في 3 عشان اقدر اجيب الكرنت اللي ماشي ايه في ال 14. تمام، اول حاجة اجيب المعادلة بتاعت ال في 2 هنسميها نود، سميها مثلا نود 1 او نود 2 اي حاجة يعني. فتبقى هنا في 2 ماينس ال 60 على 60 بلس، ده كله طبعا بعد ما افترضت ان في كرنت خارج من النود دي، بلس تبقى في 2 ماينس ال في 3، وهنا في باتري عكس الكرنت اللي انا مفترضه، يبقى كده هاخدها بالنيجاتيف على المقاومة اللي هي 40 بلس في 2 ماينس 0 على 60 بيساوي بقى ايه، ده كله بيساوي 0. هسهل المعادلة دي، هتبقى ايكوال في 2 هنا افتح براكيت تبقى 1 على 60 بلس 1 على 40 بلس 1 على 60 هيبقى ماينس في 3 على 40 بيساوي الناحية التانية 1 بلس 60 على 40 اللي هي 3 على 2. هنجيب المعادلة التانية اللي هي هنسميها نود 2، هتبقى هفترض طبعا ان في كرنت خارج منها كده، كده في 3 ماينس في 2
بلس 60، لان انا الكرنت اللي انا افترضته خارج في نفس اتجاه الباتري، فهقسم على المقاومة اللي هي 40 بلس V3 ماينس 60 على 60 بلس V3 ماينس الزيرو على 60، ده كله بيساوي زيرو. تمام، اسهل المعادلة دي، تبقى V2 نيجاتيف V2 على 40 بلس، هفتح براكت، يبقى 1 على 40 بلس 1 على 60 بلس 1 على 60، ده كله في V3 بيساوي الجزء ده كده نيجاتيف 60 على 60 ب1، هيروح نيجاتيف 1 هيروح ناحية تانية ب1، وهنا هيبقى دي بوزيتيف هتروح نيجاتيف 3 على 2. هحط المعادلة دي على الآلة، المعادلة دي اهي، دي أول معادلة، ودي المعادلة التانية. هجيب V1 هيبقى equal V2 قصدي V2 هيبقى equal 48 فولت، و V3 هيبقى equal 12 فولت. أنا بعايز أجيب الأي اللي في البرانش ده. أنا دلوقتي عندي اهي نقطتين، عندي V2 و V3، وفي هنا باتري فيها 60 فولت، والمقاومة اهي فولت. انا عايز اجيب الكرنت اللي ماشي هنا، هقول ان الاي اللي ماشي هنا بيساوي V2 ماينس V3. انا هاخد الكرنت اكنه مفترضه ماشي كده، فهنا الباتري دي هتبقى معايا بالنيجاتيف 60 على ال40، هيطلع بنيجاتيف 0.6 امبير. نيجاتيف ليه؟ عشان هو كده ماشي من جود، يعني ده كده الجود الواطي. تمام، الفي 2 ده اقل، هو كده الكرنت هيبقى ماشي من الاتجاه ده. تمام كده طريقة نودل. تمام، هنا في السؤال العاشر عايز الكرنت اللي ماشي في التمانية امبير دي. تمام، باستخدام طريقة السورس ترانسفورميشن. يعني انا السورس ترانسفورميشن دول عندي، لو عندي باتري وعندي ريزيستنس، الاتنين دول عشان احولهم دي مثلا V ودي R، بحولها ازاي؟ يعني عايز احولها لكرنت سورس وريزيستنس، فبتبقى كده. تمام، وال R دي كده، دي ال R نفس ال R، وال I دي اجيبها ازاي؟ V على R، القيمة بتاعت ال I هنا تبقى V على R، بس كده. فهو عايز ابدا ايه، اجيب الاي اللي دخل في الاي دي بالطرق دي بس، ودي برضه عشان احولها اللي كده بعمل نفس العكس يعني. تمام، دلوقتي هو عايز الاي اللي دخل في الاي ده، فما ينفعش احول من الجزء ده، انا همشي من الجزء اللي على الشمال واروح لليمين. تمام، يعني بحيث يعني اجيب الاي اللي هنا، عشان لو بدلت هنا مش هعرف اجيب، يعني مش تبقى واضحه قوي يعني. فهنا هنا الكرنت سورس ده ماشي فيه 6 ومعاه 4 برل. تمام، فهحولها لباتري وجنبها ار ريزيستنس جنبها سيريس. فكده الباتري اللي انا هحولها تبقى ايكوال 6 في 4 تبقى ايكوال 24. وكده هجرسم بقى السيركت، تبقى عاملة كده. والريزيستنس هتبقى عاملة كده، ده تبقى 24، والريزيستنس دي اللي هي الار نفسها اللي هي الفور. تمام، دلوقتي في الفور اللي فوق هي متوصلة معاها، دي فور، وبعد كده جه هنا الكرنت دي نيجاتيف بول بتاعة الباتري دي، وفي هنا ايه فور تاني. هنا في 8، هنا كده تبقى ال 8 ودي ال 4، وهنا في الكرنت سورس اللي هنا اللي هو 1 اي امبير، وهنا في ال 8 فولت. هجمع دول على بعض هيبقوا 8. تمام، وهحول الجزء التاني تاني لكرنت سورس. تمام، يبقى كده انا عندي ال R اللي هنا دي 8، واجيب ال I هيبقى equal 24 على ال 8 هيبقى equal
هيبقى ايكوال 3 تمام، ودول كده هيتحولوا هيتركبوا هيتوصلوا مع ال current source parallel. فكده ده اتجاه ال current source، اتجاه ال current source بيبقى نفس مع ال positive pole برضو بتاع ال battery. فكده ده هتبقى 3 ودي دي 8 ودي كده ودي كده 4. انا ممكن بدل ما اعملها في خطوتين يعني الجزء ده برضو انا لازم احوله لكرنت سورس تمام، فهتبقى عاملة كده. نيجي نرسمها بقى ايه، نجيب بقى الجزء ده برضو معايا، فالكرنت سورس بتاع ده هيبقى ايكوال ال V على ال R هيبقى ايكوال ال current source التاني، ال V على ال R اللي هو ال 8 على ال 4 هيبقى 2 امبير، وال R هتبقى زي ما هي. فهاجي هنا ارسم بقى ايه شكل السيركت ده، هتبقى كده دي التلاتة اللي انا جبتها فوق متوصلة معايا 8، وهنا دي ال 4 هتبقى 4 برضو بارل لان انا حاولت الجزء ده خلاص مع current source، بس current source ده هيبقى في الاتجاه ده مع ال positive pole بتاع البطارية، وقيمته 2 امبير، وهنا في 8 ومعاها 1 امبير. دلوقتي في 2 current source في نفس الاتجاه ده لفوق تمام، فانا ممكن اجمعهم على بعض وهيبقوا 3 تمام. وهنا في عندي في الجزء ده دول كده نقطة واحدة ودول نقطة واحدة، فكده المقاومتين دول متوصلين برا مع بعض، فهتبقى كده دي الأرض هنا هتبقى equal 8 في 4 على السميشن بتاعه. اي نعمل دي تبقى 8 في 4 على السميشن تبقى equal 8 على 3 8 على 3، وهنا دي لما اجمعهم على بعض هيبقوا كده ايه، هنا في 3 امبير وفي هنا 8 المقاومة. هنا اتجاه الكرنت، هنا اتجاه الكرنت هنا لتحت، وهنا اتجاه الكرنت لفوق. فكده الاتجاهات بتاعة الكرنت لفوق، فكده ال I total هيبقى equal 3 minus 3 فيساوي 0 في التمانية اللي هي اللي ماشية في ال X وفي ال 8 root 3. كده بقى احلها بطريقة نودل، عشان هو طلب برضه احلها بطريقة نودل، وهو برضه احلها في الاخر بطريقة مش تمام. نحلها هنا كده بطريقة نودل تمام. انا لازم احط دلوقتي الريفرنس ليا، هاخد الريفرنس ليا هو الارض دي اهي، وكده دي هاخد حدد بقى النود دي كده نود دي كده في 1 ودي كده في 2. اول حاجه بقى هتبقى عندها هي النود الاولى اللي هي الفي 1 تبقى في 1، افترض ان فيها كرنت خارج كده كرنت خارج كده وكرنت خارج كده 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 برضو ودي ودي تمام. كده ال V1 هنا ماشي في الاتجاه بتاعها ده 6 تمام، ماشي اجمع كده 6، وهنا هنا عندي V2 يبقى هنا عندي V1 minus 0 على ال 4، وهنا تبقى هنا V1 minus V2 على ال 4 ده كده بيساوي 0. هنروح النوت التانية اللي هي ال V2 هيبقى V2 minus V1 على ال 4، هنا current عكس اللي انا مفترض يبقى نيجاتيف 1، وهنا تبقى V2 minus 0 على ال 8 plus ال V2 minus 0، بس هنا قابلني ال positive بتاع البطارية. طب ال positive بتاع البطارية ده بيخرج current عكس اللي انا مفترضه، يبقى كده هاخدها بالنيجاتيف، هنا V2 minus ال 8 على ال 4 ده بيساوي 0.
اجيب ال في 2 وبعد كده اجيب ال في 1 من المعادلة دي والمعادلة التانية دي. فتلاقي ان ال V2 بيساوي 0 وال V1 تلاقي بنيجاتيف 12. تمام، انا عايز ال I بقى اللي عندي ال 8 ده، يبقى ال I بتاع ال 8 بيساوي ال V اللي هو فرق الجهد بين النقطة دي V2 والجراوند اللي هو 0 ماينس 0 على ال 8، هيبقى ايكوال 0. تمام، احلها بقى بطريقة مش احلها هنا بطريقة مش هاجي هنا هنا كده وهفترض current كده 1 وهنا current I2 وهنا I3 وهنا I4 كله في نفس الاتجاه كده. تمام، من الافتراض بتاعي كده انا عارف ان ال I1 هيبقى equal ال current source ده، بس انا مفترضه عكسه، فكده ال I1 ده هيبقى بنيجاتيف 6 وال I4 انا مفترضه برضو عكس ال I ال current source الموجود، فده هيبقى بنيجاتيف 1. تمام، يبقى انا كده عندي هجيب الاتنين لوب اللي جنب بعض دول بس، واجيب منهم ال I2 وال I اللي موجودة في ال 8 دي اللي هي ال I3. فكده هيبقى المعادلة بتاعت ال I2 هتبقى summation المقاومات كلها 12 I2، وهنا هتبقى ده كده ماينس، لان اللي انا مفترضه يبقى ماينس ال الفور اللي هي ال I1 في الفور، وطبعا ال I2 بالبوزيتيف. والناحية التانية في اللوب دي هنا برضو بيقابلني ال I3، وانا مفترضه عكس الاتجاه مع الاتجاه ده، بس لما يجي هنا اجيب النيجاتيف بول اللي هنا الكرنت الاساسي خلاها بوزيتيف. تمام، خلينا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، فكده هتبقى نيجاتيف هنا ال I3 في الفور بيساوي 0. لا مش صفر، انا عندي البطارية دي خبطت في البول البوزيتيف، فكده بتطلع كارنت عكس اللي انا مفترضه، بتبقى نيجاتيف 8. نجيب المعادلة اللي في ال I3 تبقى هنا 8 و 4، فكده تبقى 12 I3 البوزيتيف، وهنا ال I4 ده عكس الاتجاه ده، فكده نيجاتيف ال 8 I4، وهنا عندي ال I2 بيجي هنا مع ال 8، فكده هتبقى نيجاتيف 4 في ال I2 بيساوي، في بطارية عندي في اللوب دي اللي هي ال دي كام دي؟ دي كانت كام دي؟ 8 دي 8، بس هنا مع اتجاه الكرنت، فكده هتبقى 8 بالبوزيتيف. كده بقى عندي معادلتين فيها الاي 2 والاي 3، وانا معايا الاي 1 والاي 4، هحطهم على الآلة تطلع لي الإجابة على طول. فكده هجيب الاي 2 والاي 3، تلاقي الاي 2 بنيجاتيف 3 والاي 3 بنيجاتيف 1. تمام، كده الاي 3 هنا في الرسمة دي انا كنت فرضه في الاتجاه الكلوك اللي هو الكلوك وايز، وطلع لي بنيجاتيف 1. ال I3 طلع بنيجاتيف 1 هنا. تمام، انا كنت مفترضه كده، فنيجاتيف 1 معناه ان هو بقى ايه، طلع لي فوق بدل ما هو كده بقى كده. وهنا في الكرنت سورس، الكرنت سورس هيجي يدخل كده اللي هو اللوب دي اهو اللي هو في ال I4، فكده عشان اجيب ال I اللي في ال 8 دي، يبقى ال I in 8 اوم هيساوي ال I3 ماينس ال I4.
اللي هو هيساوي 1 ماينس 1 يساوي 0. اكتبها تحت هنا ان ال i 8 يساوي i 3 ماينس ال i 4 هيساوي 1 ماينس ال 1 يساوي 0. بس كده هكمل باقي الشيت برضو في فيديو تاني لوحده عشان ما يبقاش طويل برضو.